السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي عصر الاستيقاظ. في آخر 4 حلقات من عصر الاستيقاظ ناقشنا موضوع خطير، هو موضوع التحكم بالعقل واستراتيجيات الإعلام الفاشل أو الإعلام الفاسد وفاشل برضه، وموضوع برمجة العقول. وفي الكثير من الاستفسارات وصلتني، ما الحل بعد، يعني بعد موضوع التحكم في العقل؟ أنا عرفنا الاستراتيجيات وعرفنا التفاصيل، إيش الحل في موضوع التحكم في العقل؟ فالآن حبيت أنتج هذه الحلقة عشان نوضع بعض الحلول من وجهة نظري ممكن تساعدنا إنه نقضي على هذا الظاهر، موضوع التحكم بالعقل. وأتمنى منكم بداية الحلقة كل واحد يجيب ورقة وقلم حتى نسجل أهم النقاط اللي حذكرها خلال الحلقة. حذكر خلال الحلقة من بنود ونقاط مهمة لازم نسويها، فأرجو إنكم تسجلوها خلال الحلقة. الآن في خماسية للتدمير الأخلاقي في الإعلام، يعني في الإعلام اللي بتشوفه كل يوم سواء مسلسلات، أفلام، برامج، أغاني. فأول بند في الخماسية، أول بند نشر إباحية والفاحشة سواء على الإعلام أو على كل الوسائل اللي إحنا بنشوف منها المرئية أو المسموعة، نشر الفاحشة يعني عن جد إشي فظيع. بديش أحكي لكم مثلا، أحكي لكم إحصائية، تقريبا 11 مليار دولار تنفق سنويا على الأفلام الإباحية، أفلام الإباحية والمجلات الإباحية. فتخيلوا كم الخبث تاع الإعلام في توجيه هذه الفاحشة للمشاهد، سواء كان مشاهد مسلم، مسيحي، عربي، يهودي، المهم للمشاهد، بده يحاول تدييث العالم كله يصبح عالم فاسد من ناحية أخلاقية. فأول شيء إيش ممكن نضع حلول لهذا الموضوع؟ أتمنى أنكم أنتوا تكتبوا تعليقات، أنا أذكر اللي عندي صراحة. أول شيء يا شباب، حافظوا على الدين بالصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثاني شيء، اقي نفسك. كيف تقي نفسك؟ الآن لازم تحط لك مبادئ على أساسها تمنعك، المبدأ هذا يمنعك إنك تبحث أو إشي عن المواقع الإباحية أو غير من الأفلام اللي موجودة على الإنترنت. وحاليا في برامج كتير على الإنترنت موجودة رائعة جدا. برامج هذه كيف يعني برامج، أعتقد في برنامج رائع جدا اسمه أنتي بورن. هذا البرنامج أنتي بورن بتنزله على جهازك، تحط له باسورد معين، ممكن تعطي الباسورد لشخص عشان ما يحكي لك أشياء أنت كمان. هذا البرنامج بيشفر أي مواقع فيها أشياء مسيئة أو أشياء يعني فيها صور أو أشياء خليعة. فالآن هذا البرنامج بتنزله بيمنع أي موقع يفتح أمامك. طيب الآن اليوتيوب نفسه، لسه إحنا حاليا نتكلم عن موضوع نشر الفاحشة، هذه أول استراتيجية. اليوتيوب نفسه معظمكم بلاحظ إنه الآن لما نفوت على سواء محاضرة دينية أو محاضرات أو أشياء علمية، اليوتيوب بتتبع استراتيجية خبيثة جدا، إلا تجيب لك على جنب على القائمة الجانبية بيجيب لك فيديو فاحش أو إشي إباحي أو إشي على جنب، إلا يجيب لك إياها. هذه استراتيجية في اليوتيوب يخليك يعني أنت مثلا حاليا تبت وحابب تتعلم محاضرة أو إشي، بتلاقي على جنب موجود إشي، مقطع رقص، مقطع إباحي، مقطع مسيء، مقطع، المهم بيجيب لك إشي سيء. طيب ننتقل على تاني استراتيجية من خماسية التدمير الأخلاقي، اللي هي التحريض على العنف والتخريب. الآن ما شاء الله أفلام صاروا يتباروا، تخريب، عنف، قتل، ذبح، كل الأفلام صارت هيك، سيارات بتكسر بعض، وهذا كله طبعا بيزيد العنف داخل الشخص، طبعا بيتأثر على سلوكه الخارجي. الآن بيصبح شخص هدام، شخصيته هدامة. أنا ممكن بعتقد الحل لهذا الموضوع ممكن يكون الرياضة، إنك كبديل لموضوع العنف والضرب والتكسير، وهذا الرياضة توجه الطاقة لداخلك بالرياضة، سواء تلعب حديد، تلعب كرة قدم، تلعب أشياء ممكن تخفف من الضغوطات أو الطاقة لداخلك اللي الإعلام بيمثل لك إياها. ثالث استراتيجية بموضوع الخماسية الهدم اللي بتتبعها الإعلام، تمجيد قيم الاستهلاكية، تمجيد القيم الاستهلاكية. كيف يعني؟ بالأفلام بيحط لك أحدث سيارات، بيجيب لك أحدث ملابس، أحدث فاشن، أحدث مش عارف مكياج، بيخلي الإنسان عبارة عن بس عقول مستهلكة غير منتجة، استهلاكي. تلاقي يعني حاليا قنوات خاصة عربية بس عن الموضة والأزياء والأكل، استهلاك، كله استهلاك، إنه أنت شخص غير منتج بس مستهلك. فالحل في هذه المواضيع إنك تعرف هدفك من الحياة، إيش هدفي من الحياة أنا اللي عشانه عايش؟ أنا مش عايش عشان الموضة والسيارات، أحدث سيارات وأحدث إشي. لازم الكل ينتبه على الجوهر وليس المظهر، يعني المظهر يعني لابد أنك تهتم فيه، بس خلي الجوهر اهتمامك فيه أكثر من المظهر، عكس ما يريده الإعلام أنك تنتبه بس على الجسد وتسيب الروح.
والان هتكلم عليه بنقطه لاحقه. طيب رابع نقطه من تضليل، رابع نقطه من خماسيه التدمير الاخلاقي اللي هي التضليل السياسي. كما ذكرنا في حلقات سابقه موضوع اللي هو الامريكي دائما هو البطل او الغربي هو البطل، المسلم هو الضعيف، المسلم هو الارهابي. وضعنا حلول بخلال الحلقة أعتقد أنه كيف كل شخص يبحث عن القدوات الإسلامية، قدوات أبطال الإسلام، كيف المعارك، كيف إشي، كيف الفكر الاستراتيجي تبعهم، كيف في كتب رائعة على محمود عباس العقاد أعتقد اللي هي عبقرية عمر، عبقرية خالد، عبقرية المسيح، عبقرية، بيجيب لك أنه كيف القدوات الحقيقية ممكن تستفيد منها. طيب خامس نقطة في موضوع خماسية التدمير الأخلاقي اللي بنشرها الإعلام اللي هي الدعوة الطائفية، الدعوة للطائفية وللتعصب. هذا الموضوع صراحة خطير جدا، موضوع الطائفية والتعصب، ومش كل فيديو برضه يبث حقيقة إشي يعتبر تعصب أو طائفية، لا، كل إشي تعتقد إنه طائفية ابحث فيه عشان تعرف حقيقة حتى تأخذ موقف منه. من الآن ابحث عن كل إشي تعتقد إنه طائفية. طيب يا جماعة الآن الحلقة هذه هدف، الآن وضعنا بعض الحلول لبعض النقاط بسيطة، لكن هدف من الحلقة مش بس إنه نضع حلول لأشياء بتصير، يعني مش بس دفاع، لا، الآن حنضع يعني وحنجيب حديث شريف يؤكد انه الان احنا لازم نهجم هجوم وليس دفاع. يعني الان كفانا دفاع عن كل شيء، الدفاع ايش يعني، ايش الحل على كل شيء ممكن ندافع عن حالنا فيه، لا، الان حنضع استراتيجيات هجوم لموضوع التحكم بالعقل. في حديث شريف عن ابي هريره رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ايش بقول، بيحكي بادروا باعمال، بادروا مبادره، احنا نبادر، احنا نهجم، بادروا باعمال، فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال بمعنى لأن هناك فتنة كقطع الليل المظلم. عارفين إيش يعني قطع الليل المظلم؟ الرسول قبل 1400 سنة حكى إنه قطع الليل المظلم شبه الفتنة هذه اللي هي بادروا بالأعمال، فتنة كقطع الليل المظلم. قطع الليل المظلم حاليا العلماء فسروها اللي هي الأقمار الصناعية، هي قطع الليل المظلم، هي بدل كأنه النجوم زمان، يعني الرسول حكاها كأنه معتقد أنه النجوم أو وضحها النجوم، حاليا فسروها ان قطع الليل المظلم هي الاقمار الصناعيه التي تبث الاعلام، بمعنى الاعلام يبث المعلومات والافلام والبرامج الاشياء فتنه ده تعمل، يمسي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، وهكذا انه حيصير الانسان في حاله غير مستقره، ايمان كفر كفر ايمان، الاعلام يعني بمعنى الاعلام حيعمل غسيل غزال غساله، حيصير لف ولو مؤمن ولو كافر، حيصير في العصر اللي فيه الاعلام حاليا، وهذا اعتقد معظم الشباب بمر في الموضوع هذا. طيب شباب الان في سوره الرعد ايه مشهوره جدا الكل بيعرفها، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، هذه ايه الكل بيعرفها ومشهوره جدا، بس عارفين لو فحصنا جواها حنلاقي مواضيع رائعه جدا في الايه هذه، وحاليا قول لي في كتب عن الكتب كامله عن الايه هذه. بما معناه الان اذا حابب تأثر بالآخرين أو تأثر بموضوع التحكم بالعقل إن نحاربه، لازم تبدأ بنفسك. إيش هتبدأ بنفسك؟ يعني الآن حنضع أمامك بعض النقاط اللي هتبين لك إنه كيف نبدأ نغير أنفسنا عشان نحارب موضوع التحكم بالعقل. اللي الآن أكبر أزمة حاليا تمر فيها الأمة الإسلامية، أكبر أزمة، في أزمات كتير، أكبر أزمة التخلف والانحطاط الفكري، تخلف والانحطاط الفكري. الآن في ثلاث مستويات للعقول. أول مستوى، مستوى العقول الصغيرة. إيش يعني مستوى العقول الصغيرة؟ وحب الآن كل واحد يبدأ يقيم نفسه عشان يعرف أنه مستوى، هو أنه مستوى عشان يطلع لأمامه. أول مستوى، مستوى العقول الصغيرة، والعقول الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص. العقول الصغيرة هي التي تناقش الأشخاص، بمعنى الناس أصحاب العقول الصغيرة هم اللي بيناقشوا إنه أنا بقلد الفلان المغني فلاني، أنا بحكي عن فلان، أنا بجيب سيرة علان، أنا بحكي عن فلان، كل هم أو كل تفكيره بس عن الأشخاص. تاني مستوى العقول المتوسطة، إيش بتناقش موضوع العقول المتوسطة؟ ومعظم الشباب العربي ما بين العقول الصغيرة والمتوسطة. العقول المتوسطة هي العقول التي تناقش الماديات أو الأشياء، بمعنى العقول الصغيرة المتوسطة عفوا هي التي تناقش الماديات، سيارات، موضة، ملابس، أكل، طعام، إتيكيت، كله كلام برضو فاضي، مع أنه يعني أنا بحكيش طبعا أنه نهجر الأشياء هذه طبعا، لا مش شيء، إنه ما يكونش جل اهتمامنا للمواضيع هذه صراحة. يعني أنا قنوات كاملة أكل، قنوات كاملة مش عارف للسيارات، قنوات كاملة بيخلوا كل تفكير الإنسان عن الدنيا ونسيوا الآخرة، خلوا كل تفكير الإنسان عن الجسد ونسيوا الروح. هذا هو الهدف الإعلان الآن بيلعب في عقول الناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر في إحدى الأحاديث كتب
يعني سيزرع الله في قلوب المؤمنين الوهن في آخر الزمان، هو زماننا هذا الوهن. وما الوهن يا رسول الله؟ الوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا حاليا اللي بيصير. خلونا حب الدنيا على حساب الآخرة، يتشبث في الدنيا، يتشبث في السيارات الحلوة، يتشبث يجيب لك نساء فاتنات انه يتشبث فيهم، هدول احدث. لا، هذا المستوى الثاني من العقول، مستوى العقول المتوسطة هي التي تناقش الماديات. نيجي للمستوى الثالث من العقول، هو اتمنى انه الكل يكون من المستوى الثالث. وصراحة معظمكم بدون مجاملة، معظمكم بمجرد انه فكر يبحث عن حقائق، يبحث عن قيم، يبحث عن نهضة أمة، يبحث عن اشياء زي هيك، يعرف انه بدأ يطلع مشروع للوصول للعقول الكبيرة. العقول الكبيرة هي العقول التي تناقش القضايا والمبادئ والأخلاق ونهضة الأمة وكشف الحقائق والبحث والتفكير، هذه العقول الكبيرة. وبحمد الله معظمكم صراحة تعرفت على كثير منكم أشخاص وشباب رائعين، هم جل يعني في وسط العقول الكبيرة، عندهم طموح، عندهم نهضة الأمة من أولوياتهم، عندهم نشر الحقيقة، عندهم كثير. فالعقول الكبيرة أتمنى إنه الكل يوصل لمرحلة العقول الكبيرة. بما انه معظمكم بحمد الله من العقول الكبيره اصبح، اذا مشروع مثقف، مشروع شخص مثقف. فما معنى مشروع الشخص مثقف؟ الشخص المثقف معناته هو الشخص الذي يعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. غريبه، كمان مره نعيدها، هو الشخص الذي يعرف شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. بما معناه، يمكن بعضكم ما فهمهاش جيدا، الان حاعطيكم مثال. انت شخص في الجامعة لازم تكون عارف 50% من معرفتك عن تخصصك و50% من معرفتك الثانية عن كل شيء في العالم، تعرف معلومات عن اشياء بسيطة عن كل شيء بالعالم، و50% يعني كل شيء عن تخصصك واشياء بسيطة عن الاشياء الثانية في العالم. طيب الان في مفاتيح الثقافة، كيف نكون مثقفين؟ يعني الان بما احنا وصلنا للعقول الكبيرة، كيف نصبح مثقفين؟ بما ان عرفنا موضوع التعريف الثقافة، كيف نصبح مثقفين؟ المثقف زي ما شرحنا انه لازم يكون بيعرف 50% بتخصص و50% عن كل شيء في العالم. مشروعنا عشان نكون مثقفين، اول شيء القراءة. اول شيء القراءة، في قاعدة في القراءة رائعة جدا اسمها 50-50، اقرأ 50% بتخصصك و50% خارج تخصصك، عشان يكون عندك وعي باللي بصير في العالم. ثاني نقطة المشاركة. المشاركة بدورات، بلقاءات، باشياء يعني ممكن تفيدك بمهاراتك، وهذه مهمه جدا. انه وانصح الجميع انه يروح يحضر دورات تنمي شخصيته، تنمي مهاراته، تنمي تفكيره، يعني شارك. هاي ثاني نقطه. ثالث نقطه اللي هي انفتح. ايش يعني انفتح؟ انفتح بمعنى ابحث عن الثقافات الاخرى، ابدا ابحث عن الثقافات الاخرى. اي ابحث في، يعني مثلا زمان كانوا يحكوا لنا القناعه كنز لا يفنى، كنز لا يفنى. الان صراحه جددتها شويه، الانترنت كنز لا يفنى صار. فالانترنت الان حاليا هو ممكن يوصلك قعر جهنم، وهو ممكن يوصلك الفردوس الاعلى في الجنه ان شاء الله. فحاليا لو بحثت في الانترنت عن الثقافات الاخرى، عن علوم جديده، عن انفتح عن الاديان الاخرى، ابحث عن الاديان الاخرى، ابحث عشان كيف تجادلهم، انفتاح يعني. ولعلمكم 80% من الابحاث في العالم غير عربية، غير مكتوبة في اللغة العربية أو مكتوبة في اللغة الإنجليزية، فيجب علينا نتعلم لغات عشان نقدر نفهم الأبحاث ونقدر نبحث عن الأشياء بتاعتها. طيب، رابع نقطة بموضوع مفاتيح الثقافة اللي هو المشاهدة والاستماع. أنا أنصح كل شخص صراحة، الإنترنت ملان، ملو ملان كتير، محاضرات صوتية، محاضرات مرئية على اليوتيوب، ممكن تجد اللي بدك إياه، أي موضوع بدك إياه، التنمية البشرية، الإسلام، الغزوات، شرح عن مهنتك، عن تخصصك، كل شيء ممكن تسمعه، هذا ممكن يبني لك ثقافتك بصورة رائعة جدا. وبالنهاية أشكركم جميعا متابعي سلسلة عصر الاستيقاظ، وسامحونا على الإطالة، وأتمنى أن يكون السلسلة مفيدة لكم، وأتمنى لو تكون أفادتكم ولو بمعلومة أنا سعيد صراحة فيها. بالنهاية يعطيكم ألف عافية، وانتظروا الحلقات القادمة من عصر الاستيقاظ، وأتمنى تدعوا لي بالنجاح والتوفيق، وادعوا لكل واحد بفيدك في العلم النافع والرزق الواسع، في العلم النافع والرزق الواسع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.